نقول. وبالتالي اليوم نحن كسياسية في إطار ومختلف المنتمين للإطار، أتحدث عن دولة القانون والإطار، اليوم نحن ماضون بتشكيل الحكومة، وبالتالي كما تعلم أن الذي حدث لاحقا وسيحدث بالأيام القادمة القليلة هذا وضع طبيعي، في كل دولة هناك تظاهرات وهناك مظاهرات، أما أن نقف مكتوف الأيدي ونعطل تشكيل الحكومة ونعطل إقرار الموازنة ونعطل قانون انتخابات، هذا تصور أنه نعم. يتنافى مع المواثيق والقانون والدستور. طيب سيد عباس، بعد الترحيب بك ثانية، قلت بأنه يعني الحراك ماضي نحو تشكيل الحكومة، تمضون دون التيار الصدري بمعزل عن التيار الصدري، أم لا تزال الأعين متجهة صوب الحنانة؟ هل لا تزال الزيارة قائمة أم تنتظرون الضوء الأخضر ربما من السيد الصدر للقائه والتفاوض معه؟ الإطار التنسيقي أعطى حرية كاملة لسيد محمد شاع السوداني، والرجل بإمكانه أن يتفاوض مع التيار الصدري، وبإمكانه أن يكون حرا طريقا في اختيار كابينته الوزارية، ونحن لا نسد الباب ولا نسد أي على أي جهة مهما كانت، إذا كانت الأخوة في كان الأخوة في التيار الصدري أو جهات أخرى، وبالتالي نحن اليوم نرحب بأي مبادرة يقوم بها السيد السوداني وحتى الجهات التي منطوية تحت الإطار التنسيقي. كما تعلمون سابقا نحن تمكنا في عدة جلسات مع سماحة السيد، وبالتالي وصلنا ما وصلنا إليه اليوم. التيار الصدري رفضوا المشاركة في الحكومة الحالية، التيار الصدري كان مطلبهم هو حل البرلمان، لكن التيار الصدري كان بإمكانه حل مجلس النواب وحل البرلمان بكل سهولة عندما كان يمتلك الصلاحية من خلال تواجده في مجلس النواب، أما اليوم التيار الأخوة في التيار خارج مجلس النواب، أتصور الأمر أصبح معقدا وصعبا للغاية. ومع هذا ومع كل ذلك نحن اليوم لا نمنع أي حكومة يشكلها أو أي كابينة وزارية أو أي حقيبة يعطيها السيد محمد الشاع السوداني للتيار الصدري أو لأي جهات أخرى. طيب.